استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم. الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، وسعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز الأمن الوطني. يرافقهما اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني ووكيل جهاز الأمن الوطني، حيث رفعوا إلى جلالة الملك المفدى خالص التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، سائلين المولى العلي القدير أن يعيد هذه الأيام المباركة على جلالته بموفور الصحة والخير والسعادة، وعلى مملكة البحرين وشعبها الوفي بدوام الرفعة والازدهار والتطور. وقد بادلهم جلالته التهاني بهذه المناسبة الكريمة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والمسرات. وأعرب صاحب الجلالة عن شكره وتقديره على ما يبذله سمو رئيس الحرس الوطني من جهود موفقة ومتواصلة أسهمت في تطوير مستوى وجاهزية هذا الصرح العسكري الشامخ، مثنيا رعاه الله على الجهود الكبيرة التي يقوم بها منتسبو الحرس الوطني وتكاتفهم الوثيق وعملهم المشترك مع إخوانهم في كل من قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني لأداء واجبهم السامي في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ومكتسبات مسيرته الحضارية. وأشاد جلالته بالمستوى المتقدم الذي بلغته وحدات الحرس الوطني من تدريب وجاهزية عالية واستعداد تام لتلبية الواجب بكل اقتدار، متمنيا جلالته رعاه الله لجميع رجال الحرس الوطني البواسل دوام التوفيق والسداد لخدمة هذا الوطن العزيز. كما أشاد جلالته بالجهود المخلصة التي يواصل بذلها رئيس جهاز الأمن الوطني وجميع منتسبيه في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وإنجازاته على مختلف الأصعدة، معربا عن اعتزازه بترابط أهل البحرين وما يجمعهم من أخوة وتكاتف ووعي بالمسؤولية المشتركة في إرساء دعائم النهضة الحضارية للوطن.